تعالوا نشوف عملت من كوباية واحدة من الدقيق مع مكون سحري النهاردة جديد، عملنا عجناها بمية ساقعة والنتيجة مبهرة. النهاردة عملنا الرقاق وعملناه أحلى كمان من بره واقتصادي وناشف جدا أهو. ده الرقاق الناشف بتاعي ومستوي زي ما انتوا شايفين أهو، وأحلى من بره كمان أهو. حاجة كده بقى من الآخر أهو عملناه، وأحلى ورقيق وجميل. وآدي الطري كمان حاطينه أهو في البتاع. بصي بصي الطري بتاعي عامل ازاي ومستوي وجميل ازاي، شايفين؟ عايزين تعرفوا المقادير والطريقة. يلا بينا نروح على الفيديو وهبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقه عمل الرقاق. هنعمل الرقاق الطري والرقاق الناشف، هنعملهم الاثنين من عجينه واحده. هنشوف النهارده، بس النهارده بقى انا عملت كده اكتشاف وعجبني جدا جدا فقلت اشارككم بيه. ايه هو؟ ان انا النهارده قررت ان اعمل الرقاق بتاعي اعمله بالميه الساقعه. اما جربته بالميه الساقعه لقيت النتيجه هايله، فقلت ايه ابهركم بقى بيه. تعالوا نشوف كده مع بعض. هعمل لكم على كوبايه واحده دقيق. انا معايا هنا دقيق اللي هو دقيق جميع الاغراض، اللي هو النوع ده حلو انا استخدمته، اسمه ذهب، دقيق فاخر. تمام، بصوا انا هاخد كوبايه دقيق. طب ماشي. طبعا انا ايه، انا عارفه كوبايه الدقيق هتبقى قد ايه. هعمل لكم كده، دي كوبايه دقيق. ماشي، كوبايه واحده بس. كوبايه الدقيق دي حطيت عليها ايه؟ بصوا حطيت عليها معلقه نشا، معلقه نشا. حطيت عليها ذره ملح، ذره صغيره قوي من الملح. نجيب الملح اهو، ذره ملح كده اهو، يعني بتاع ربع معلقه ملح. وحطيت حاجه بسيطه جدا من السكر، برضو ذره سكر كده اهو، اهو حاجه بسيطه جدا من السكر. ومعايا بقى الميه الساقعه، ميه ساقعه اهي. هبتدي بقى ان انا هعجن بالميه الساقعه دي. ماشي، كده اهو، حبه حبه. تمام، هعجن بقى حته العجينه بالميه الساقعه، وبعد كده نلمها كويس قوي وارجع لكم تاني عشان هنشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى، العجينه اهي بعد ما اتعجنت كويس جدا اهي بالشكل ده. بصي الملمس بتاعها ناعم ازاي وجميله ازاي، وبصي المطه بتاعتها حلوه قوي. كل اللي انتوا شايفينه ده من كوبايه دقيق كده اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا معايا هنا الطبق بتاعي او الصينيه بتاعتي، هعمل ايه؟ هرش عليها رش الدقيق كده اهو، عشان ده اللي هقطع عليه الكرات بتاعت الرقاق بتاعي. تمام اهو كده اهو، لازم يتفرش تحت دقيق اهو. بصوا بقى، هبتدي ان انا هاخد ايه، واحده واحده كده اهو. انا هعمل رقاق صغير، يعني علشان الصينيه اللي عندي صغيره، مش هعمل رقاق كبير كده اهو. هعمل كده، نحاول بس يبقوا قد بعض اهو. بصوا اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها، انا بديكي بس بمثال ان انا لما عملته بالميه الساقعه هتشوفي كمان شكله وقوامه بيبقى عامل ازاي، وبيتفرد معاكي من غير ما يتقطع. حاجه كده بقى بجد يعني حلوه جدا. عشان كده اول ما جربتها ولقيتها ناجحه معايا، قلت اعمل لكم كده على كيلو واحد دقيق. علشان ايه؟ اصور لكم وتعملوا وانتم مطمنين. اللي عايز يعمل، اولا بقى غالي جدا بره. انا فوجئت ان الكيلو جاهز بتعمله الست بتعمله ب 30 جنيه، كتير جدا جدا. ده كمان اللي انت عايزاها رقاقه رقيقه، يعني معموله لك مخصوص، غير بقى بتاع اللي هو اللي بيبقى معمول آلي ده، بيبقى تخين جدا ومش حلو، ما بيبقاش مورق. اهم انا عملت دول بس كمثال كده زي ما انتم شايفين. برضو بنحط كده فوق الوش كده، نرش برضو رش الدقيق عشان ايه؟ عشان ما يشققش معايا كده اهو بالشكل ده. وهنفرد بقى مع بعض، بس نستنى بس العجينه ترتاح شويه، لازم ترتاح. نسيبها بس 10 دقايق وبعد كده نرجع مع بعض عشان هنفرد مع بعض ونشوف الفرد بيبقى عامل ازاي. استنوني. تعالوا بقى كده، احنا على الرخامه، الرخامه رشينا عليها دقيق، لازم ترشي دقيق كده اهو. تمام، هنبتدي ناخد واحده كده اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا افردها الاول بايدي كده اهو، كده اهو. وبعدين ايه، بصي هزود دقيق تاني. بصي
اهم حاجة في الرقاق لازم يبقى كله دقيق، كل ما يبقى كله دقيق كل ما هيفرد معاكي بسرعة، كل كمان ما مش هيتقطع معاكي اهو. طبعا وانتي قاعدة كده هوريكي كمان طريقة التسوية على البوتاجاز عادي، مش لازم تقعدي قدام الفرن في الحر اللي انتي فيه ده. وهيبقى زي الفل اهو. بصي انا بفرد بس الاول كده اهو بايدي. تعالوا بقى معايا النشابة اهي، هبتدي برضو النشابة هرش عليها كده اهو دقيق كده اهو، وابتدي بقى ان انا ايه اشتغل كده اهو، افرد كده اهو كده لحد لما تبقى رقيقة جدا 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 اهي، تحسي ان انتي ماسكاها زي عاملة زي ورقة السجارة بالظبط، رقيقة جدا. كل ما تبقى رقيقة كل ما تبقى هشة وجميلة معاكي. اللي هنعمله الطري ما تخليهاش رقيقة جدا، الطري تبقى ماسكة نفسها شوية علشان ما تتقطعش معاكي، واوريكي ازاي تسوية الطري وازاي تسوية النيشف كده اهو. طبعا ارخص وانضف من بره بكتير بكتير بكتير، هيوفر عليكي كتير. وبعدين لما بتتعبي في الحاجه وانت تعمليها بنفسك في البيت بيبقى ليها طعم تاني غير لما بتشتري الحاجه جاهزه، بتبقي تعبانه فيها بتبقى جميله. بصي بتفرد اهي معايا، هبتدي ان انا ايه بصي اخد كده اهو، وبرده وانا باخدها كده اهو بجيب دقيق اهو، وعماله برده بقى ايه برش كده اهو الدقيق كده كده، ونبتدي نفرد كده تاني اهو. نقلبها بقى على الوش التاني، لسه برضو عايزة ارققها اكتر من كده كده اهو. همشي معاها كده واحدة واحدة كده اهو، بصوا هفردها بقى انا كده اهو على الاخر خالص، وبعد كده اوريكم ادي الرقاقه بتاعتي اهي. تعالوا بقى محضره معايا صينيه، الصينيه دي رشه عليها دقيق، وانا كنت عامله واحده قبل كده اهي تمام، رشه كده دقيق زي ما انتم شايفين. هبتدي اخد الرقاقه التانيه واحط برضو كده اهو، هفردها كده بصوا اهو، هبتدي ان انا احطها كده عشان انا عايزه اعملهم كلهم مره واحده وبعد كده اقف على التسويه بتاعتهم. اهم حاجه ما بين كل واحده وواحده نرش كده دقيق ماشي. ده كده بالنسبه للطري، بالنسبه قصدي للناشف يبقى رقيق كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تعالوا بقى بالنسبه للطريه تتعمل ازاي. بصي بقى الطريه اهي برضو بنحط برضو الدقيق كده اهو كده اهو، وبنفرد بس بقى ايه مش هرقق قوي قوي. ده بقى بالنسبه لانهي الطريه بقى، عشان كمان عايزه اوريكم التسويه بتاعت الطري هتبقى عامله ازاي معايا اهو. طبعا انا بعمل بسرعه فمش مش يعني ايه مش مدياني التدويره المظبوطه يعني اهو، بس اهم حاجه برضو عشان ما تلزقش معاكي تديها ايه تديها دي كده اهو اهو، هتفرد معاكي اهي كده كده اهو. بس دي مش عايزاها رقيقه قوي زي الايه زي بتاعت اللي هو النشف كده، السمك كده السمك بتاعها عايز سنه كمان اهو. لازم دي تبقى محمله شويه علشان لو حشيناها ولفيناها رول، في ناس بتحب رقاق طري تحشي رول فتبقى محملة معايا وانا بلفها ما تتقطعش معايا بسهولة، بس كده اهو مش عايزة اكتر من كده اهو اهي. بصوا ده بقى بتاعت الرقاق الطري، الناشف بتبقى ارق كمان من دي تمام كده. هعمل بقى كده كله وبعد كده نروح مع بعض على التسوية عشان نشوف بقى بنسوي مع بعض ازاي.
تعالوا بقى مولعة كده معايا البوتاجاز. حطيت على البوتاجاز ايه؟ حطيت عليه صينية عادية خالص، حطيتها على ظهرها كده زي ما انتوا شايفين، قلبها اهي موجودة كده، حطيناها على طول. ومعايا الرقاق بقى، هبتدي ان انا اخد رقاقة رقاقة اهو، هنفضها بقى من الدقيق علشان الدقيق ما يتحرقش معايا على الايه. بصي عمالة بنفض فيها اهو من الدقيق كده اهو، ونبتدي بقى ان احنا ايه نحطها كده اهو. بسم الله كده اهو زي ما انتوا شايفين اهي. طبعا النار بتاعتك متوسطة، مش عالية قوي ومش واطية قوي، متوسطة وايدك كده فيها. تعالوا بقى كده نشوف ونلاحظ اللي هيحصل اهو. لسه طيب، انتوا هتقولولي ده الناشف ولا الطري؟ ده الوقت اللي معايا ده الطري، ماشي. الطري ده انا ما بخلوش ياخد لون ولا اي حاجة، يا دوبك بس يغير لونه وبشيله. بشيله بقى ازاي؟ معايا هنا اهو محضرة معايا، بصوا معايا فوطة نظيفة بالشكل ده، هطلعه والفه في الفوطة النظيفة دي على طول مباشرة علشان ما يتعرضش للهواء وينشف معايا اهو كده. بصي التسوية بسيطة خالص، بس ايه انا مستنية بس ايه ياخد لون كده معايا شوية، يعني يغير اللون اللي هو بتاع يشد كده معايا حبة. ده بالنسبة للطري. الناشف بقى بتسيبيه، ما تفضليش تقلبي كده زي ما انا ما بقلب، تسيبيه لحد لما هنشوف مع بعض كل حاجة اهو. بصوا عشان بس ما اخدش من وقتكم، هسيبها كده ولما اجي اطلعها اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا كده الرقاقة الطرية خلاص كده ابتدت ان هي تستوي معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصي بصي الرقاقة اهي كده خلاص ابتدت ان هي تستوي معايا اهو، خلاص كده اهو. بصي بقى هاخدها على الفوطة والفها على طول في الفوطة عشان تفضل معايا طرية ما تنشفش، الحركة دي مهمة جدا. تمام اهي خدتها كده اهو، بصوا خدتها هنا على الفوطة، هبتدي ان انا بصي هقفل عليها كده اهو الفوطه عشان تفضل طريه معايا جوه، ماشي. تعالوا بقى نحط بقى نسوي مع بعض النشفه كده بقى. انا حطيت اهو كده اهو دلوقتي الرقاقه الناشفه. بصي بقى ما تفضليش تقلبي فيها، سيبيها بقى علشان ايه، عايزاها تاخد معايا لون علشان ما تطلعش بيضه زي الطري. الطري بتطلع بيضه، انما التانية الناشفه لازم تطلع معايا ايه. بصي شايفه الدخان طالع ازاي؟ ده كده بيثبت ان هي بتستوي معايا مش نيه. تمام اهو، ممكن بس بصي نفضل كده نحرك فيها بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. التسويه سهله جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. ممكن تحطي جنبك بس مروحه علشان ايه ما تتعبيش في الحر ده اهي. لما اجي اقلبها بقى هوريكم شكلها، هسيبها كده لحد لما اجي اقلبها، ما بقلبهاش دلوقتي، ممكن بس ان انا احرك بس ما اقلبش، ماشي. مش هنقلب، هنحرك بس كده اهو على اساس تاخد اللون من كل الجوانب. تمام بصوا بقى كده هبتدي بقى دلوقتي ان انا ايه هقلبها اهو. بصوا اهي، بصي اللون بتاعها ابتدى خلاص يغير بقى لونها زي الرقاقه اهي، مايل على الاصفر شويه بس هي مش باينه قدامكم اهي. بس اهم حاجه ان هي معايا ايه بتستوي، دي اهم حاجه عندي اهي. وايديا كده معاها، وبعدين دي بقى مش هاخدها لفها، دي بقى هسيبها تتهوى عشان تقرمش، بس اهم حاجه تفضلي برضو كده اهو تسوي فيها سوا كامل. تمام، وتخليها تاخد لون بسيط. اما اجي اطلعها واحط غيرها برضو هرجع لكم تاني اهي. بصوا على النار اهي، بصوا بصوا ابتدت تعمل معايا فقاعات ازاي اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده خلاص انا هشيلها واسيبها بقى تتعرض للهوا، شفتوا كده خلاص كده اهو. حتى لو هي طريه معاكي، اول ما تتعرض للهوا هتشد معاكي وهتنشف. تعالوا بقى كده اهو نشوف بقى الدنيا كده معانا ايه. طبعا الدنيا اتبهدلت بس مش مشكله، اهم حاجه عندي اللي هو الناشف ان انا رحت عرضته على طول للمروحه، دي اهم حاجه علشان ينشف كده اهو معايا زي ما انتوا شايفين اهو. بصي اهو ده شكله اهو، بصي اول ما بيتعرض للهواء ناشفه اهي، ناشفه اهي معايا اهي. ادي التلاته اللي انا عملتهم. بصي النتيجه بقى من الميه اللي هي الساقعه، النتيجه حلوه. تعالوا بقى بما ان دي مشروخه، تعالوا بقى نشوف كده اهو. بصي بصي الرقاقه، بصي الرقاقه معايا عامله ازاي.
هشه وجميله زي ما انت شايفه، ورقيقه، اهم حاجه ان هي كمان رقيقه وفاتحه معايا، ما اتحرقتش ومش تخينه اهي. بصي، والميه الساقعه طلعت النتيجه خرافه. تعالوا بقى نشوف اللي احنا عملناه، اللي هو انهي الطري اللي انا قلت لكم عايزاه يبقى تخين شويه. ادي الطري بتاعنا اهو، بصي اهو ده الطري بتاعي برضو لفاه اهو. بصي بصي عامل ازاي اهو، طري خالص اهو اهو. بصي طري خالص اهو، بصي 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 الرقاقه عامله ازاي اهي، طريه اهي زي ما انت شايفه ومستويه برضو اهو. ادي تلاته وادي تلاته، ادي السته اللي انا عملتهم معاكم، تلاته ناشفين وتلاته تراي. كنت واضحه معاكم يا جماعه، والنتيجه بجد مبهره، عايزاكم تجربوها. وداعا بقى للغلا، وداعا لاي حاجه، يعني السته دول من كوبايه واحده هيعملوا لي صينيه واحده. يعني لو انت عملتيهم سته تراي، سته ناشفين او سته تراي، هيعملوا لك صينيه واحده. طبعا انا هعمل كميه باذن الله، بما اني التجربه نجحت معايا الحمد لله. طبعا لازم تغطيه، لازم لازم لازم، وتلفيه في كيس بلاستيك كويس جدا او ستريتش، وتلفيه رول وتحطيه في الفريزر. اول طبعا ما هو كده خلاص برد، هنلفه كويس جدا عشان ما ينشفش، وده هنحطه بقى في سبت كده عندي، هحطه فيه وهعرضه للهواء لحد لما اتاكد ان هو نشف جدا، وبعد كده هعبيه برده في كيس كبير واروح ربطه. ويا رب النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم، واستنوا مني لسه عندي كل جديد وعندي كل المفاجآت من مطبخ جيجي على قد ايدي. اتمنى يا جماعه ما تنسوش اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وبجد التجربه طلعت حلوه جدا تحت الميه الساقعه، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات النتيجة بتاعتها ايه. واتمنى ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم. فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي.